يجب أن نعمل سويا على ضرب مواقع الإرهاب من على المستوى العسكري أو حتى على المستوى الأخلاقي. إن دولة قطر للأسف لديها تاريخ من تاريخ في تمويل الإرهاب على مستوى عالي جدا. في واشنطن ما زال مستمرا، لكن سنكتفي بهذا القدر لنذكر ربما بأبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي. ذكر الرئيس ترامب بأنه كما قال عاد للتو من جولة في الشرق الأوسط وأوروبا، وخرج من هناك بموافقة كل الدول على وقف دعم الإرهاب كما قال. عموما مراسلنا ناصر الحسيني ينضم إلينا الآن من واشنطن من أمام البيت الأبيض. ناصر، نذكر فقط بأبرز ما قاله ترامب في هذا المؤتمر الصحفي. رئيس ترامب بهذا الشكل بطبيعة الحال عندما يقول إنه يطالب دول المنطقة بفعل المزيد من أجل مكافحة الإرهاب، إنما هو أيضا هنا يتابع أو يحاول أن يطبق وعدا انتخابيا، ويعترف ويشير بشكل أو بآخر أن الأهداف الاستراتيجية الآن للولايات المتحدة في المنطقة هي العنوان الكبير وهو الإرهاب، ويطلب هذه الدول سواء قطر أو غير قطر، لم يسمي باقي الدول، بأن تكون عضوا فاعلا ومساهما في هذا المجهود. We'll be right back.